مركات دمار في وسلابتي بلو بوجكتان كسلو بعد 10 صوب أنت وها كهذا فراكشنز فراكشنز وحالي إذا دافقين الصومالي بتشتشب مركا سنما قعب الشيء غير تشتشب وحوي الشيء هل أها أول تشبيه لكن أنا بيجي قيابة يرير مركا فراكشن هو عكير يعني هل ما دام هر شيء يكون بليته أو دم يستران لتشبيه ولا قد يجي تشتشب أي واحد لقوم قعابي فراكشن أما تشتشب سؤال هم أنا سنا كوب كاست وهل كوب بيوحة وبيكوتشران وأنا فول مرة ما دام أي كوب كاست وبيوحة فكوب كاب بيوحة أيام وحنو كعب نهاف سيدا أوجد هاف مني كوب كاست هاف وامتي هاف نو فول فكا ما دام أنا كوب كاست هاف وهاي أو امتي كوب بيوحة وهاف كي هاي هاف أمني أنا قبلي حنو قر كنا 1/2 أو هل كاست وأنت مني كوب كعبلي ينت كوب كيلوقي كوب كبيوحة ينت لوقي فكا fraction كل وش يجيو وش شيء يا شيء ينت لوقي بي ودين يو انت لقعتي مركا لما هل واسرية لما هل وضعنا واخصية سيدا وجد هلو بحي لما هل سرية حلها numerator لما كان خصية لما هل وضعنا حلها denominator فالdenominator يو numerator ايا لك لها سرية ايو خصية مركا واحد كلا مش يجيو fraction مستان هدر صوشي لحكلا مش يجيو هل شيء لما يسترن أو كومبليت أيام لما هل وضعنا حشيجة أنت شيء لوقي بي لما هل كاسن حشيجة شيء قا أنت لقعته مركا half بينو كعبني half ما دام half لقعب كوب كاس و كوب كي لما يسترنا لودي fraction كي هنوقع نوت كوب كي لبقى يبود ما دام لبقى يبود قيد لودي واتن وصي شيء كان كوب كي بحلبة قيدني half كا أنو من لودي قبى قيد بينه ما دام والله بقى هاي نقيم عملي هل كان قيم إنه كعمل لبده قيم مني ولا عادين سير أقول قد بحدها وأول نفر باي تو وفراشن كا فراشن مش مني سداس واي فراشن كا مني إن فهم كيس فراشن هو سداس هديان سؤالك كلك بحنا سؤال هم إحنا يسنا إحنا يسنا غوبو سؤال أنا تا غوبو سوونه وإحنا يسنا غوبان يسنا gobadaas hadaan u qaybino oo u qaybino in hadaan afar qaybood u qaybino tusaale ahaan afar qaybood baan u qaybinaa tusaale gobadaas gobadaas ee afarta qaybood aan u qaybinay waxaan tusaale ka goynaan ka qaadanay saddex qaybood oo kamid ah saddex qaybood oo kamid ah ما دام صدق قيود صدق راق قيود إنه قبلا كق عادنا إنه نصدق قيود إنه على بدني فراكشن كأنه حنو قل كرنا فراكشن سينو قل كرنا كأو حنورنا صدق لوقي بي أفر مركا صدق لهم أفر أنت لك تقولين كق عادنا سبحان الله قبلي أنا أفر أفر قيود قبلنا صدق هذا كق عادنا قلت أنا ودي مركا حرانا 3/4 مخصص إنس كسكو جبهان مني كمبلد حق كومات القبيض قيفت كوات كو لابو صدع أفر مكوا أفر قيبوط مني وق أنت لو قيب الناي فراشن كوا صيور الشجع أنت الشجع لو قبي سريوح نور الشجع شجعس أنت لقى قعدت مخصص حق قيوب مك قعدنا حق قعدنا كو لابو صدع بس إذا أوجد فراشن كو وح كلام الشجع 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 هل كي هل مركن هل كخيس بنايسن هل إن سيركل بنايسن مكاس سيركل كاس ayaan waxaan u qaybinay afar qaybood oo afartan u qaybinay ee tan qaadanay marka taas ayaa uu jajab u sheegaya ama fraction buu waa intaas ayaa minii principle ku jira oo sheegaya tirkiisa ku jira fraction-ka waxa laga wado fraction marka fraction qaybo magacyo la kasiisiyo magacyo loo kala bixiyo maadaama marka sareeyaha iyo hooseeyaha minii sareeyuhu yar yahay minii hooseeyaha ka yar yahay waxa la dhahaa proper fractions gadan proper fractions ku qorno waxa la dhahaa marka kaas waxa la yiraahdo proper fraction marka waxa jira qayb kale la yiraahdo improper fraction oo improper fraction waxa weeye tusaale ahaan waxaan haysanaa 4/5 and 4/3 سؤال هم أنا سنا وتناس دومرنا سؤال هم كان بروبر فراشن شو هو شيء سريع هوي
oo sareeyuhu maadaama hadduu hooseeyaha ka weynaado waxaa loo yaqaanaa improper fraction ama jajab soomaali waxaa loo jeeda jajab maqumane iyo jajab qumane. Sidaa awgeed waxaa la dhahaa kan improper fraction kaas sareeyaha weyn marka waa improper fraction. Marka kaa waxaa weyn sareeyaha. Marka qayb kale jiro oo la yiraahdo mixed fraction oo fractionada waxaa loo qori karaa mixed baa loo qori karaa oo mixed baa noqon karaan markaa tusaale ahaan oo kale mixed baa noqon karaa markaa taa hadaan kan haysan karaa hal afar saddex oo kale marka kaa waxaa la dhahaa mixed fraction oo mixed number. Mixed numbers marka taasaa loo kala qaybaha ay ka yihiin fractionadu. Marka fractionada circle kaliya laguma dhigi karo, hadda hadana waxaan ka dhigi karaa rectangle baan qori karaa. Marka rectangle ka markaan qoro tusaale ahaan circle kaas saan qoray qaybo ka mida baan tusaale ahaan aan qaatiba oo laga jareeba qaybtaas iyo qaybtan iyo qaybtan iyo qaybtan ayaa laga jaray mini ayaanu ka qaadan tusaale ahaan qaybtan calaamadii calanka buluuga maray. Marka tusaale ahaan fractionka markaan dhinaca fractionka qoray waxaan qorayaa hota imisaa loo qeybiyay kow labo saddex afar shan lix weeye marka hooseeyuhu isagu waa lix inta la qaatayna waa kow labo saddex afar afar baa la qaatay afar baa la qaatay marka waa four divided by six. Ka fractionada laba astaamood ba leeyahy fractionada laba astaamood leeyahy waxa weye fractionka waa la badin karaa waxa lagu samayn karaa expansion waa la sii fidin karaa iyadoo lagu dhufanayo lumbers qoramida amase waa similify baa lagu samayn karaa waa la yarayn karaa. Sidaa awgeed afar iyo lix hadeer waan yarayn karaa oo kan waxaan u qaybin karaa labo noqonaysaa labo kana labaan u qaybin karaa waa saddex. Sidaa awgeed waa two divided by three marka two divided by three waan fududeeyey hadeer meeshii awli ahayd afar loo qeybiyey lix marka afar loo qeybiyey lix waxay lamid tahay laba loo qeybiyey saddex waa isku mid intaas intaas waa dr waa identity waa same wey labadaa shay waa isku wada mid marka siday isku mid tahayna waxa weeye saamaan usu sheegna waynu qeybinay oo awal waxaan ku samaynay simplify waan ku samaynaa kanaynu simplify ku samaynay laba loo qeybiyey saddex waynu kordhin karnaa oo haddaan laba ku dhufano expression baan ku samayn karnaa laba ku dhufan karnaa fractionkanadu labada astaamood belief waa la qaybin mini expression baan ku samayn karnaa ama simplify marka laba laba lagu dhuftay waa afar laba lagu dhuftay laba lagu dhuftay lixna waa laba lagu dhuftay saddexna waa lix waa la qabaa waa lix marka labada casar waa isku mid afar loo qeybiyey lix iyo afar loo qeybiyey lix labada waa isku mid marka fractionada astaamaha leeyihin waxaa ka mid a waxaa loo yaqaano in la firin karo lumber isku wadami lagu wada dhufan karo marka inaa ogtahay lumberka xagga sare ku dhufanaysid xagga sare ku dhufanaysa isku lumber hadda sidaan abdeer laba laba ku dhuga dhuftay lumber isku wadamidaan ku dhufanaya marka markaas sidaas ayay labada astaamood beliyay ama se markaan haysto lumber aanu wada qaybin karaa iyada labadooda waxaan ka samayn karaa simplify lumber isku wadamidaan wa qaybin karaa sidaan xagga sareba aan isugu qaybinayaan wumimi laba loo qaybiyay saddex marka fractionadu waa keliya astaamo kale oo ah fractionada laysku daro laysu qaybiyo la kala jaro marka insha allah casharada kalaanka ka hadli doonaa soo socda casharka labaad baan ka hadli doonaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin.